بتفهم يعني فلان فلان الله يرحمه، يعني بنضل نعمل اشياء ليس ايمانا يعني بشيء عقيدي صحيح، كده مخروش عن عقيده واعتقادا من ولا شيء بكفر عن الثاني. ان كان الحقيقه القران والتبرع وذكر الموتى بيغفر الخطايا، معناتها ممكن الانسان يحصل على خلاص خير الطقوس، خير الفلوس، خير المنابر، وتذكر الله عين اللي معه المصاري، وقبل عين العين اللي بتكون كده بيحارب الله فيه يذكرك، ونفس الوقت بيكون مجيء يسوع تعالى باطل، بيقول فديتم او بالاحرى بيقول ليس من ذهب وفضه، ليس من ذهب وفضه، بيقول من اعمالكم التي اخذتموها من الاداب، ممكن حتى مش عن ابائي القديسين الى معبي يبين بشده سته الى اخره، بيقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عين دم المسيح. لما الله جعلنا مولاد فدانا، ما عادش معنى فدا، كان واحد منكم عايش في العراق في عهد كبير. العراق بعثوا مؤخرا، يمكن هذا مؤخرا في سوريا عم تصير هالشيء، يطلب احد افراد الاسره وبالتالي يفتدى بمبلغ من المال، قد يكون مليون، 100,000 دولار، 50,000 دولار، حسب العصابه الشرطه. لما بتفدي او تدفع فدوى ايش بتكون عم تعمل؟ كل هالانسان عم يخلص لكون بدون هالمصاري اللي رح تدفع الفدوى شو رح يصير فيه؟ رح يقتل. نحن كلنا حكم علينا الموت نتيجه الخطيئه، بيقول اخطا الجميع مع وصف نجا الله، بيقول كما بالانسان واحد دخل الخطيئه للعالم بالخطيئه الموت. ليش؟ لأنه أجرة الخطيئة هي موت، بيقول الكتاب المقدس خلينا نقولها مع بعض، أجرة الخطيئة هي موت، نقولها مرة تانية، أما هبة الله فهي حياة أبدية، أما هبة الله فهي حياة أبدية، لما الله فدانا بيقول ليس من أعمال ببر قد عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا. الله لما خلصنا ما خلصنا لانه انا بحب الديف، لانه في ابونا بيسكرني، لانه في مصاري بتبرع، لانه في قرانين، لانه في اكلي، بل بحسب رحم الطوب ده ربنا افتدينا. طيب ليه ابونا يكون غلطان بالنسبه للموتى؟ لا بتفهم شو معنى تتكرر الموتى. بالنسبه للقداس اللي بنعتبر فيه كل احد هو شو؟ جسد ودم يسوع. لكن الجسد والدم لهم رولين، عمودي وافقي، في مستقيم عموديا الاشتراك في التناول هو ارتباط واتحاد بدم يسوع، ذبيحة الوحدة ما في غيرها ذبيحة، ما في ذبيحة جديدة من أحد. بهذا الذبيحة الوحدة نحن بنحصل على الغفران بدم المسيح، وبنشترك بهالغفران من خلال هالتناول. لكن أيضا التناول هو له معنى افقي، واللي هو بنوع ان احنا الكثيرين بنصير اعضاء الجسد الواحد، فبحين نحن نشترك بجسد المسيح بالسمع نشترك بجسد المسيح المؤمنين المؤمنين. شهيد مرقس في كورنثوس العاشر شو بيقول؟ كأس البركة الذي بيقول خبز البركة أليس هو شركة جسد المسيح؟ نعم. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ نعم. بيقول أنت جنون أنا نحن الكثيرين إن نشترك بالخبز الواحد نصير جسدا واحدا. فكل مرة بنحتفل فيها بالقداس بنحتفل باتحادنا بموت قيامة يسوع. وبنفس الوقت اتحادنا مع بعضنا البعض. مش هيك اذا كنت زعلان من مرمينا من صديقك ما بيصير تتنام غداك لانك عم تطفي
جسد المسيح. تمام؟ لكن جسد المسيح إذا مات وتقل